بسم الله الرحمن الرحيم. هو الاسعار النهارده يعني ممكن تكون نزلت عن الاسبوع اللي فات، يعني البولت كان الاسبوع اللي فات ب 28 و27، النهارده بيوصل 25 و26، فيعني في الحمد لله نسبه ملحوظه في الاسعار. المكرونه السويسي عامله 50 جنيه و40 جنيه، الجمبري السويسي عامل 170، والجمبري اللي هو المجمد عامل 160 جنيه الكبير، السبيت ب 170 جنيه، التعابين ب 130 جنيه، والفليه اللي هو ب 130 اه تعابين بلدي، وفي فليه ب 80 وفي فليه ب 60. كابوريا ب 50 جنيه اللي هي الدكوره، والاناتي ب 60، وفي بربونيا ب 50 جنيه، ب 40 جنيه البربونيا. ده بتاع البحر الاحمر اسمه صدف بتاع البحر الاحمر عامل 40 جنيه، وفي الهامور عامل 50 جنيه. ويعني هي مثلا يوم في الاسبوع، يوم جمعه مثلا زي النهارده، لكن بقيه الاسبوع كله في ليه بقى؟ هو يوم لا احنا بالنسبه للنهارده بقى لنا دلوقتي 3 ايام بالنسبه للنهارده، 3 يوم، فالاسعار دي النهارده نزلت، ففي بيع وشراء كويس، لكن بقيه الاسبوع كله كان السمك غالي، ما فيش بيع ولا حركه ولا بيع ولا شيء. المزارع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فين هي؟ فين موردها؟ وفين السمك بتاعها؟ الجمبري واللوت والدنيس والبلطي، طب هم فين دوت؟ ودوه فين؟ راح فين يعني؟ عايزين نعرف راح فين. يعني هو لو نزل السمك ده هينزل بكميه جامده، وهينزل يبقى رخيص، كيلو السمك هيوصل 15 جنيه و20 جنيه. يعني لما تنزل الكميه الثروه السمكيه اللي هو عاملها ديت كلها اللي في السويس والاسماعيليه والحتت ديت كلها في المناطق ديت، هتنزل بكميه جامده، هتبقى ببلاش. يعني بدل البلطي ب 27 النهارده ممكن يبقى ب 20. المجمد المره اللي فاتت قلنا ان كان في تعتمد على اسماك اللي هي دلوقتي برضه الاعتماد على لا مفيش مجمد دلوقتي، قلت مزارع، قلت المزارع اللي بتيجي من كفر الشيخ ازمه اتحلت، ما احنا بنقول كده دلوقتي، لكن هو عامل الثروه السمكيه فين هي دلوقتي؟ عايزين نشوف منها حاجه. جمبري عامل 140 جنيه، مكرونه عامله 30، في مكرونه اللي هي السويس عامله 50 45، سردين عامل 25، بياض الصغير عامل 30، الكبير عامل 50، القرش عامل 20، في سمك تاني برضو نازل حلو، يعني اسعار حلوه، في سمك نازل 25، في سمك نازل، بس طبعا الحركه زي ما انت شايفه مفيش حركه، منعدم الحركه برضو، الناس محتوى ان ده غالي، هو ده يعتبر غالي، يعني السردين دوت كان يوم ما يغلى كان 15، المكرونه دي كانت ب 10 وب 12 جنيه، 15 جنيه، البلدي بتبقى ب 35 30، الجمبري دوت كان ب 100 جنيه، السبيت ده كان ب 45 جنيه، بقى ب 100 جنيه، فكل حاجه ارتفاع الاسعار ماسكه سعر. ايه اللي علي الاسعار يومين دول؟ مش اليومين دول بالاخص، ده اليومين المفروض اليومين دول السمك يهدى، لان احنا في ايام المفروض السمك فيها بينزل، بيكون كتير فبيكون سعره قليل، ده احنا مش شايفينه، طبعا ده احنا مش شايفينه، يعني البولت النهارده وصل 28 جنيه و27 جنيه. البولت عامل كام؟ النهارده البولت عامل 28. الجمبري عامل 160. عامل 160 برضه. والبوري 50. مكرونه؟ مكرونه ب 50 بلدي سويس. عامل 140. البياض عامل 50. كابوريا عامله ب 50 كمان. يعني حركه البيع انظمت؟ لا الجو مريح النهارده، الاسعار لسه شاده شويه. يعني ايه افضل الاسابيع اللي فاتت كده برضو ولا زادت؟ لا ده زادت، ده بوتي كان ب 25 جنيه الاسبوع اللي فات، رفع النهارده بس اللي رفع. كان ماشي بتبيعه قطاع ب 25. طب ايه اللي علاج؟ النهارده التجاري ب 26 27. ايه اللي علاج؟ لا ما اعرفش. الموسم جاي عشان يعني هو البولت بيجي في شده بيجي. شايف ان هو الايام الجايه يعني؟ لا الايام الجايه هيرفع مش هينزل. الجمبري مش السبع حجمه بقى. الكبير عامل 170، اللي تحت منه عامل 150، السبيت ب 170 160، التعابين ب 100 و120، والبوري 50 45 40، مفيش استكوز. موسم ايه بالظبط؟ راس السنة صح؟ راس السنة مش راس السنة؟ الله اعلم والله، ده في علم الغيب بتاع ربنا.